علق عمر الوحش لاعب نادي الاسماعيلي على قرار ايقافه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل امس الاثنين، وكان الاسماعيلي قد اعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ايقاف عمر الوحش وزميله محمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما 100,000 جنيه. وقال الوحش عبر خاصية الحالة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: اين الانضباط وانت تتحدث عن قائد الفريق اللي عملك اصلا؟ وتابع: تحدث عن والدي الذي يتواجد في العناية المركزة، ولا تريد ان اخذ حقي يبقى مفيش دم ولا احساس ولا تقدير كالعادة. واختتم: ربنا كبير وكل شخص سيعرف حسابه بعد مرور هذه الفترة الصعبة على النادي، ربنا رقيب وعليم وسأصبر لكي أحصل على حقي. وعن تفاصيل ما حدث بين اللاعبين أن الثنائي عمر الوحش ومحمد مخلوف دخل في مشاجرة تحولت إلى خناقة شوارع، حيث بدأ الأمر خلال المران بالحديث بينهما، وبعدها تطور في غرفة خلع الملابس وتطاول الثنائي بالأيدي وتدخل باقي اللاعبين لتهدئة الأمور.